اسلم سريعه. واحد من اخوياي الله يغفر له ابن عمي ورفيقي قال له هادي بن دياب كان ما عليكم زود كان من اللي يعانون من السمنه مثلي ودائما اللي يتواجهنا ايش تسوي ينقص لا ما نقص لا انقص تقوم محاور اي هذه محاورنا ايش عندنا المطعم الفلاني فريج صويلح ومن هالكويت ايه وش افضل مطعم ما احلى شيء المعكرونه ورجعنا على التكميم وحاله ما 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 كان مو متزوج وعنده ثلاث بنات الله يحفظهم. المهم راحت الايام هو ما عنده اي نيه انه يسوي تكميم مره ما عنده اي نيه لا تكلمني يا حماده في التكميم سكره راضي رجال بعيش كذا تقدر الناس تسوي شيء ما اسويها انا مثله راضي ايه. يوم من الايام قال انا متوكل على الله بكمم كمموا ناس من حوله وشاف الراحه الوضع قال حماد انا بكمم اصمل وين قال بروح الاردن وش عندك وش غيري قال والله العظيم اني اجيك ضعيف علي ثوب حجازي ثوب حجازي كاشخ شاري له فيكسار جديد تو شاريه والله نروح يا ولد يا ولد لكن حماده انا ما بطالع من غرفه العمليات حماده هذه حوبتي يا ولد طيب دائما يقول نسبه الوفاه في عمليات التكميم 10% قال قسم بالله اني منهم طيب دام سمعت شو ودي قال والله نروح ولا اقعد كذا يا سبحان الله يا ابو ذياب يا هادي يا قال كلش المهم ويروح يسافر الله يغفر له وينزل في الاردن ومتواصلين هو وياه رسائل قلت له وصل يجي خليك اول واحد لان الدكتور ظهر 7 و8 حالات يوميا الحاله الاولى اجتهاده مو مثل الحاله السابعه قاعد مشتغل 6 عمليات قبل او 7 فقلت حاول خليك لولا قال ان شاء الله الله يسهل ويدق علي فجر وانا ماشي للامارات كان فيهم زاين الظفره الله يدق علي الفجر اخبارك حماده انا الحين توم جاي مفحص ماخذ مني تحليل ما ادري غيره شوي بندخل عمليات طيب طيب طق واسكر وامشي الامارات امسينا ذاك الليل امسينا في مركز البطحاء ويوم اصبحنا بعد صلاه الفجر قال حماده انا داخل ونمشي للمرحله حول 450 من المركز اللي هي مدينه زايد الله الله يوم دخلنا الظفره تفرقوا على مدينه زايد من ورا المدينه تروح السنابات انا لله انتم خبرين العرب انا لله من ذا من ذا من ذا من ذا الا هو انت غير رحمه الله هادي بن دياب لا والله العظيم انه من احزن ومن اقسى الاخبار اللي جاتني الله وحن جايين ناس في حفل في مزاين ما يدرون وحن منبهتين ولا حن فرحانين ولا حن جايين ربعنا نغثهم نعلمهم حتى الخبر اللي جاء ودك اللي ما يجي منك العرب ترى يتطيرون من ذا ابو علوم من ذا اذا جاك فلان مات ولا فلان مات هذا ما يدرون قلت يا رب على ابو ظبي انا والله كنت اقول شيء على استاذك بس اخوي خالد كان بيقول سالفه على ابو ونمشي على ابو ظبي انت يوم جينا يوم الراس يشوف ابو ظبي لما في حجوزات لما نطير الكويت وانا همي رفيقي المتوفي وحزني عليه وهمي انت بالامارات وهمي ركوب الطياره اي مشينا معينا حجز رحنا لدبي ابو ظبي تبع في يومنا عاد ونص من مدينه زايد اي معينا في ابو ظبي رحنا لدبي بين هم حزني على رفيقي وخوف من الطياره وادري شو العلوم المهم معي 3 و4 بعد الطريق يصير ايه تواجهنا احنا مع ناس ودخلنا المطار الساعه 12 وطرنا الساعه 4 تقريبا الفجر 4 ساعات ايه طرنا ساعه وما ادري كم عليها بين دبي والكويت ايه نزلنا في الكويت حول الساعه 5 6 ونروح البيوت ونحضر العزاء وندفن الله يغفر له الله يرحمه دفنا وانا عسكري الرجوع صعب لازم اذا رجعت لازم اجازه جديده عشان اخرج مره ثانيه صح طرت بالطياره ورجعت لدبي عشنا ايام في المزاين ما كانت لانه هو كان معنا في المزاين اللي قبله العام حق الظفره هو كان معنا ومواقفه معنا وغيرها ما استرس جلسنا كم يوم ورجعنا ولد اخيه توفى بعده باسبوع ولد اخيك يا هادي عدت الايام توفى ولد عمه عدت ايام توفى صديقه مع ولده في بر
يا ولد الموت يمشي يرى كلنا بنموت. عدت ايام وتوفى اخيه. خلال تقريبا 5 شهور العائله هذه فقدت 6 أو 7 أشخاص. تتكلم عن عائله، لكن عندهم جبل. عندهم واحد من بني عمي قال له سالم من دياب البصار. نعم. هذا بعير. هذه تشوف مصايب الدنيا ياخذ المصيبه يحطها بمخبه. ما يوقفه شيء، الله يذكر ابو دامي ذكرته. ما شاء الله. الله يغفر لهم. والله يعز سالم من دياب، والله يخليه لنا. سالم من دياب، سالم من دياب يا الربع يبغي لي كتب اسولف بها، وان شاء الله بيجي وقته، بس ما ودي اطول. خالد. هذا يا طويل العمر بس ما اتكلم. بمون عليكم ما نتكلم. لكن اظهرونا من السوالف الموت. انا السالفه هذه اللي عندي مليون بقولها. لا لا بس انا ما